تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019 مع قادة الدول العربية والإسلامية الصديقة. عبر جلالته فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.